يعني في إسرائيل يريدون رئيس جبان مثل بشار الأسد ليكون في سدة الحكم، لم يتجرأ على القيام بأي إطلاق رصاصة واحدة من الجنان أكثر من 40-50 عاما، ولا بل كل جندي حاول أن يطلق رصاصة عاقبه النظام. هذا أولا. نحن نريد رئيس ديكتاتوري يعني يقتل شعبه لكن يعطينا أمان والاستقرار.